حدث في بخصوص سد النهضة في القمة، شايفه ازاي فن؟ التطور ايجابي جدا، طيب. وشيء يعني بيضع المشكلة كلها دلوقتي في طريقها للحل، لانه كان تقريبا المباحثات كانت المفاوضات كانت متوقفة، وكان في امور عالقة بتمنع التطور يعني علشان نحو حل المشاكل المعلقة دي. فطبعا يعني اجتماع سيادة الرئيس، اجتماع الثلاثي اللي تم ده حل المشاكل كتير، وطمنا وطمن جميع المصريين، وحتى بالنسبة للإخوة السودانيين والأثيوبيين. صحيح، هو قال بشكل عام اطمنوا للجميع. تطور إيجابي جدا يعني. تطور إيجابي. حضرتك شايف أنه في خلال شهر المفروض أن كل القضايا العالقة من خلال لجنة تساعية هتحصل، المفروض أنها تتحل، شايف أنه إن شاء الله في خلال شهر بالفعل شهر إن شاء كافي الله. لحل كل القضايا المتعلقة إن شاء الله، بس يتبع ذلك بقى تحرك المكتب الاستشاري علشان إجراء دراسات اللي هي هتقول لنا إيه هي الأثار المتوقعة من السد في سبيلها للاتفاق على حلها يعني، او تخليلها قدر الامكان. يعني هو الشكل الفني دي اهم قضيه بالنسبه لحضرتك؟ طبعا. ايوه، دي اللي المفروض البدايه. والله هي خطوه متقدمه جدا يعني، مش البدايه بس. لا انا بتكلم على اهم قضيه، مساله الملف الفني هو اهم قضيه بالنسبه لحضرتك. طبعا طبعا. أيوه. لكن حضرتك متفائل انه بالفعل الموضوع يعني مش عايز اقول انتهى لكن شبه انتهى، فكره تطمنه دي طمنت حضرتك كمتخصص؟ وده طبعا بيطمننا ليس فقط بالنسبه لهذه المرحله، ولكن حتى بالنسبه للمراحل القادمه. أيوه. طالما ان في اتفاق ما بين الساده الرؤساء، وان في تطمين من الامور المعلقه دي، يبقى معنى كده اي مشكله ان شاء الله هتستجد هيكون في طريقها للحل باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك فندم، شكرا جزيلا دكتور محمود ابو زيد وزير الري